لأنه ما عندوش وقت كما قلت لكم يقرأ مقرراً في اللغة العربية، يقرأ قميصاً صغيراً، المعجم الوسيط للزيات وإخواني، ما عندوش وقت، بس عنده وقت أنه يتكلم ويتنقد على العلماء الكبار كما قلنا الأربعة فمن إيه فمن دون وغير الأربعة كمان والأربعين والأربعمائة رحم الله امرأً عرف قدر نفسه. نحن الأمة اليوم يبدو أننا أمة غير مرحومة لأنها أمة لا تعرف أقدار نفسها. واضح واضح واضح، أمة غريبة في حالة غريبة جدا جدا، وتلاقي في حالة استقطاب جنونية، ملايين يتابعون أي أراب أيدل، ملايين، ما فيش برنامج ديني على الإطلاق طبعا، على الإطلاق يتابع عشر معايشين ما يتابع أي أراب أيدل، مستحيل طبعا. أي مش عارف الأخ كويس، مش عارف أراب أيدل. وفي الجانب الثاني عندك فقه الكراهية والجريمة، هذا شيء غريب، أمة ممزقة في حالة استقطاب، عارفين ليه؟ لأنه حالة تطرف، تطرف في معاداة الدين، تطرف إيه في الدين. بدنا الوسط يا أخي، إحنا أمة الوسط، من حقي أن أستمتع بالفن، أن أغني، أن أتعلم موسيقى. قال لك شفت الزنديق؟ زنديق مش مشكلة، شايف كيف؟ من حقي، هذا فن جميل من طيبات الدنيا، موضوع ثاني على فكرة مش تدخلنا فيه، وبهذه الطريقة، والواجب علي أيضا، ومن حقي، أنا أقول لكم التدين مش واجب، من حقي، من حقي أن أصلي لله، هذه اللي اللي نافلة لك. الصلاة لنا يا جماعة، الصلاة لنا، هي علينا صورة ولنا حقيقة. الله ما بيزيد ملكه أي شيء أنك تصلي ولا ما تصليش، لا بيزيد ولا بنقص، إلك أنت هذا، ما تحرمش نفسك حظك. من حقي أن أتمتع بالعبادة يا جماعة، أن أناجي الله، أن أسبح الدموع المدرار بين يديه الكلمتين لا إله إلا هو، أنا أدعوه وأضر عليه وأبتهل، أنا حقي. ومن حقي أتمتع بطيبات الدنيا، قل من حرم زينة الله، الآية لو كنا متوسطين على هذا النحو، ومن حقي أن أحسن شكلي. نحن الآن في بيئة مختلفة، حتى اللحية ومن اللحية في بيئة مختلفة، عمل اللي فيها قصة واللحية واللحية ولازم وبدعة وخمس، مش هيك الدين، مش هذا الدين. ضيعتم الدين أنتم وتمسكتم بهذه القشور، ضاع كل شيء، وأصبحنا في هذه الحالة من الخبل والهبل والعتة والتطرف المخيف، والتطرف المخيف.